السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم وجبة خفيفة تحضروها لولادكم عند العودة من المدرسة أو كوجبة عشاء، خاصة للنساء العاملات اللي ما عندهمش الوقت للطبخ. كما نعرف أولادنا يحبوا كثيرا تناول الوجبات السريعة. أترككم مع مقادير الوصفة. باش نحضروا هذا السندويتش خفاف للدراري، نحتاجوا البان دو مي، نحتاجوا البيض، هنا لي فخيت، سلامي تاع البقر، كذلك كاين الجبن نوعين، جبن هنا الكودة هكذا تاع ساندويتش، وهذا جبن للطل. نحتاجو طبعا للزيت والملح، نوضعو فيها ناخدو مقلات نوضعو فيها كمية قليلة تاع الزيت، حوالي ملعقة صغيرة، وبالنسبة نفدو هاد الإطار، ناخدو هاد الإطار حتى هو ندهنوه بالبيض جيدا، عفوا بالزيت. ونوضعوها هكذا في وسط المقلاة ونفدو هكذا البيضة ونعملوها في وسط الإطار. هنا نضيفو لها قليل من الملح، رشة من الملح، ونخليوها طيب. بعد ما نقلات البيضة ننزعو الإطار، البيضة كذلك ننزعوها، تنزع بسهولة. نرفدو هذا قطع تاع الخبز تاع الطوست، نوضعو الجبن، هنا انا اختاريت الكودة، تنجمو تختارو اي نوع من الجبن، نوضعو البيضة اللي كنا قليناها، نزيدو حبات من الفخيت، بطاطا مقلية، ونغلق بالقطعة الثانية من خبز الطوست. هنا سخنا لاباغي تاع البانيني ونحطوهم، اللي ما تكونش عندها هاد لاباغي تاع البانيني تحمل مقلاة فقط. الطريقه الثانيه، نرفدو هذا قطعه من الخبز الطوست او البان دو مي، نطليوها هكذا بالجبن الطلي، نوضعو هكذا ان ترونش تاع السلامي، ونوضعو هنا البطاطا الفريت، ونغطيوها بالقطعة الثانية بالضغط، وبنفس الطريقة نوضعهم في آلة البانيني. هذا هو الشكل نتاعهم بعد ما تحمروا في آلة البانيني. نقسم لكم الحبة على زوج ونقدموها هكذا. نتمنى وصفة السندويشات السريعة تعجبكم وتجربوها لولادكم. ما تنساوش تعملوا لايك لفيديو، تبارطاجيو عبر المواقع الاجتماعية، واللي ما راهش مع ابونيات ابوني معايا وتدعمني. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.